أهلا بكم مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وفيه أستضيف النقيب السابق للمحامين سمير أبي اللمع المرشح لرئاسة الرابطة المارونية. المتوقع هذه الانتخابات أن تجري السبت المقبل، وهذه أبرز الملفات التي سأناقشها معه. تنافس ربع الساعة الأخير في الرابطة المارونية بعد فشل بكركي إطلاق مبادرة توافقية بين اللوائح الثلاث. أي قانون انتخابي يعيد حقوق المسيحيين بتمثيل صحيح؟ أهلا وسهلا في نقيب سمير أبي اللمع مرشح لمنصب رئيس في الانتخابات، انتخابات الرابطة المارونية. هذه الانتخابات المتوقع مثل ما ذكرت السبت المقبل ب 23، يعني توطئة عامة لهذه الحلقة، يعني شو أهمية إذا بدك هذه الانتخابات، شو أهمية الرابطة المارونية على الصعيد الماروني ككل كرابطة علمانية إلى جانب الكنيسة؟ الحقيقة يتساءل المرء لماذا هذه الانتخابات ولماذا هذه الهمروجة حولها؟ ما بلشنا بالهمروجة. همروجة حولها. فالواقع أنه في الوقت اللي منشوف حوالينا في لبنان أزمات وفتن تعبر المناطق، منشوف في صراع أو حول قانون انتخابات أيه الأفضل، وطروحات حول تأجيل هذه الانتخابات وأسباب تأجيلها. شيء جميل أن تأتي هذه الرابطة وتطرح هذا اليوم تاريخا لإجراء انتخابات حرة بين الرابطة المارونية، وهي تمثل المجتمع الماروني أو خيرة المجتمع الماروني. هي دلالة مهمة بأن الماروني بطبيعته تواق نحو العمل الديمقراطي عبر تاريخه الطويل، وتواق نحو الحرية في الممارسة. هذا فطر عليها الماروني عبر تاريخه الطويل، من أول بطريرك من يوحنا مارون وقورش حتى سلسلة العظيمة من البطاركة العظام، كانت الديمقراطية بينهم هي السيدة. هذا هو جوابي لماذا هذه الانتخابات في هذا الوقت بالذات. أما لماذا الرابطة المارونية؟ كما تعلم أنشئت عام 1952 من رجالات فكر وقضاء وسياسة وعلم لتكون منبر للدفاع عن المسلمات الوطنية، ليس فقط للدفاع عن الموارنة أو المسيحيين. أنا سأعدد لك الأشخاص الذين أسسوا هذه الرابطة. شارل حلو أسس الرابطة، شيخ إدمون جاسبار اللي فيما بعد أصبح نقيبا للمحامين أسس هذه الرابطة، رئيف أبي اللمع، إدمون جاسبار كما قلت، ألبير جاسبار، إيميل تيان، جان أبو جودي، يعني خيرة أو النخبة من الموارنين. ولم يكن ببالهم فقط الدفاع عن الموارنة وعن حقوق الموارنة، إنما حسب نظامنا تقوم الرابطة وتعمل بالتلازم بين واقع الموارنة في الكنيسة ووجودهم الفاعل في المجتمع. إذن في نقطتين جوهريتين في عملنا. النقطة الأولى نقطة روحانية أو روحية، طرحت مشروعي حولها. أنا دعوت في هذه، يعني تجاه هذه النقطة بالذات والتفعيلة، أن تعمل الأكاديمية المارونية المنشأة على تثقيف الماروني عن هويته. بيخلق الإنسان ماروني، طيب شو كيف أنت ماروني؟ بشو؟ بالتذكرة، بهالعبارة أنت ماروني، أو تنتمي إلى تاريخ مجيد مقاوم مناضل ضحى من أجله الكثيرون، مش من الشعب. كان البطرك يضحي بنفسه، كان المطران يضحي بنفسه. إذن علينا أن نثقف الماروني حول هويته، وبالوقت نفسه في هذه الأكاديمية أدعو
ببرنامجي، وهذا هو النص في دستورنا، نحن في نظامنا، الحوار بين الأديان ليس فقط لدعم الموارنة في الفكر، إنما لدعم الثقافة بين المسيحية والإسلام، حوار الإسلام والمسيحية، وأضيف حوار بين الثقافات والحضارات. إذن هيدي الناحية، إذا سمحت، الناحية الروحية. إنما الوجود الفاعل في المجتمع، فطبعا عندنا طرح طويل حوله. رح نتطرق خلال هذه الحلقة يعني لكل البرنامج، وشو أهمية هذا البرنامج، وقد ممكن تستطيعون أن يعني تنفذوا من هذا البرنامج 23 هذا الاستحقاق على صعيد الرابطة اللبنانية. لكن السؤال نقيب، لماذا هذه المرة لم يتم التوافق على تزكية ما، على لائحة ما تضم كافة الأفرقاء المسيحيين الموارنة، علما وكأن أهدافكم هي أهداف واحدة، إنما ربما المسار يتغير، الخطة تتغير، لكن الهدف هو الأساس بناء على المعطيات يلي حضرتك كنت عم تتقدم فيه. في الواقع سيدنا البطريرك دعانا في 26 كانون الأول ربما حسب ما أذكر إلى لقاء فرادة بين المرشحين الثلاثة. كان وقتها المرشح السفير عبد الله أبو حبيب، والنقيب أنطوني قليموس، وأنا. واستمجز أخذ رأينا بالأحرى، ما أخذ رأينا، كان في بيننا وبينه طبعا حديث حول هالموضوع. استوضحنا شو مشروعكم. نقطة أولى، هل أنتم ستستمرون في نشاطكم الانتخابي وتريدون انتخابات، أو يمكن أن يكون هناك توافق فيما بيننا؟ أنا وما بحكي عن غيري، ولكن علمت بالتواتر فيما بعد ماذا قال كل منهما، أنه أفسحوا بالمجال أمام العديد من الأشخاص. أنا قلت له لسيدنا البطريرك، ترشحي في تصرفكم، فإذا رأيتم في أي وقت وفي أي حالة أن ترشحي يجب أن أسحبه ليكون التوافق، فهذا الأمر هو بين أيديكم. وقتها سيدنا قال لي بس في أشخاص يتمنون السير بالمنافسة الديمقراطية حتى النهاية. ساعتها قال لي فليكن، أنا لا أستطيع أن أتخذ قرار عندما بيكون أحد الأشخاص هو غير موافق على التسوية. فانطلقنا من هذا التاريخ باتصالاتنا مع تقريبا 1200 منضوي، سدد الآن من بينهم 950 شخص، يعني سددوا وهم يستحقون ويحق لهم الاشتراك في العملية الانتخابية. صار في مرحلة ثانية من اللقاءات مع السادة المطارنة، مع مجمع المطارنة، وكل منا تقدم بمشروعه علنا، ونوقش من بعض الأساقفة الكرام، تلاه غذاء، وانطلقنا في الحملة أو المنافسة الديمقراطية التي أنا أحب أن أسميها وليست معركة انتخابية. طبعا منافسة هكذا ديمقراطية حصل. هكذا حصل. لكن في عندي بعض المعطيات نقيب، يعني مجمع أكثر من مقالة، وبعض ربما يكونوا بعض المقالات فيهم نفس الزبدة. نعم. مثلا الجمهورية، عم بعطيك المصدر، الجمهورية بعدد 19، أوضحت معلومات أن البطريرك الماروني كان أوكل المطران بولس الصياح إطلاق مبادرة توافقية بين المرشحين مثل ما حضرتك ذكرت الثلاثة للوصول إلى لائحة ائتلافية تضم ممثلين على الجميع، لكنها اصطدمت برفض أبي اللمع الذي كان يعول على التحالف بينه وبين النائب. اسمح لي هوني، نعم طلق أول تفضل. إطلاقا لم يحصل هذا الأمر، لم يحصل إطلاقا. وأنا هوني معلش تسمح لي بكلمة حول بعض ما ينشر في بعض الصحف. سيدنا البطريرك، يعني أنا عندي أكثر من مصدر صحيح، لحلك رح جاوب وبتمنى أن أجيب، لأنه أنا لم أجب على هذه المقالات أو التحليلات أو الأخبار لتاريخ اليوم، لأنه هالمجال اصطنع أو قيل لأسباب كل الناس بتعرفه، وهي التشكيك. أنا أرفض ذلك. التشكيك بشو؟ التشكيك بصدقية عملنا الانتخابي نحن أو بمواقعنا
أو بتصرف مش غلط إذا رفض التفوق التوافق لا لا عفوا مش هيك يعني هذه احتراما للتنافس الديمقراطي بس لم يكلف سيدنا البطريرك سيدنا المطران صياح بإجراء أي لقاءات أو إطلاقا أتحل سيدنا أنا طلعت لعنده واتصلت فيه فنفى يعني هذه المعلومة قريتها أكثر من مطرح أنا قريتها كمان على بكرة وهذه لم تكن صحيحة تفضل معلومة أخرى إذا بتسمح وأنا مستعد أيضا شيء بعد علاقتك لا أتمنى أنا لهون توضيح لها يكون ما رح أعمله أنا عبر عبر المراسلات العامة أنا عم حاول أعمل عبر هالقناة الحرة اللي عندنا خليلي إياك بس أنا عم حاول أعمل وظيفتي لا طبعا لا طبعا لأن في ناس ربما تقرأ مثل هذه الأخبار بتقول أنه نائب أشكرك على توضيح الأمور طيب هل هناك تحفظ من قبل بكركي وغبطة البطريرك على ترشحكم على خلفية الكلام الذي قلتموه أمام السفير وهذا أيضا تشكيك طب قل لي وهذا أيضا تشكيك مؤسف أن أقول بأنه نقل هذا الشيء عبر أشخاص بأنه باجتماع كان حاضره السفير بيتون وأمام المجلس التنفيذي وأنا أربأ بأنه المجلس التنفيذي يكون سرب أي معلومات حول هالموضوع لأنه نحن عندنا سرية المذاكرة وكل فرد منا من الأفراد مؤتمن على ما نقوله خاصة بحضور شخصيات مثل هالشخصيات ولكن عندما ترشحت أنا انطلقت هالفكرة هاي وأنا بعرف مين أطلقها مين أطلقها؟ شو هدفها؟ أحد الأشخاص منافسيك؟ أكيد منافسي طبعا مش من مؤيدي مع سيدنا البطريرك يا سيد أنا عم بقريها أكثر من مطرح أكيد أكيد قريناها بالجمهورية نعم قريناها بالكلمة أونلاين نعم قريناها بالسفير مهني زيتون يعني المعلومات اللي عم تجي على حكيت حكي الحال هل اصطلح ذات البين بينك وبين غبطة البطريرك بالعكس أنا على خلفية ما نقل إليه أنا اعتبر البطريرك أنه هذا غير موجود وأسف البطريرك وبكرة طبعا جاي سيدنا بكرة رح اطلع لعنده والموضوع أنا سأطرحه عليه تكرارا لأنه سيكرر بكرة وبعد بكرة لأنه شو بده يطالب سميرا بشو بماضي الناصع بعلاقته الطيبة مع البطريركية ونحن عائلة مع الشيء بس مع نفسي أولى نحن علاقتنا مع بكركي ومع الصرح يعني بفتكر يعني تاريخية وعلاقة وطيدة أنا البطريرك تأسف لما سمع الكلام هيدا وعرفنا وين مصدره والأسباب اللي أتت على أساسه فالموضوع هذا بعتبره غير موجود إطلاقا وسيدنا هو بيعرف يقرر الموضوع وأنا ما في شيء اسمه اتصلحنا مع سيدنا أو كان في عتب الموضوع كنت استقبلنا قبل ما يسافر بلقاء ودي ومحبي قبل ما يسافر على الفاتيكان نعم ولما كنا بالفاتيكان كنا حده نحن فمن المؤسف عبر إذاعتكم أو عبر هالقناة هذه الكريمة والشريفة والحرة هالموضوع أن فيه نفيا قاطعا ولكن أنا أعرف من قام به ومن بثه إلى أي مدى برأيك تؤثر مثل هذه التسريبات أو المعلومات على المعركة الانتخابية على التنافس الانتخابي تعرف ليش على اللائحة الانتخابية ليش عبتوا بس هيدي لأنه نحن عندنا لائحة حسب تقديري أنا هي لائحة قوية ومتضامنة والأيام المقبلة بيظهر نتائج عندنا كم يوم عند الامتحان بآخر المطاف لذلك أنا بدي ألفت لك نظرك إنه لائحتي كانت من الأول مكتملة أنا لم أكن بلائحة أنه أنضم من لائحة إلى لائحة كما حصل بين اللائحتين الأخريين صار في محاولة ضم أو تقارب أو تعاضد مع بعضهم عم نحكي عن اللائحة تجاهي أنا كلائحة أنا لائحتي كانت ثابتة ولكن كان في لائحة يلي كانت رأسها السفير أبو حبيب واللائحة الصديق أنطوان إليموس فحاولوا يندمجوا مع بعضهم 8 من هون و9 من هون هيدي هدفها شو كان هدفها أنا بعرفه وأنت بتعرفه أنه طبعا لمنافسة لائحتنا على اعتبار أنه ربما اعتقدوا أو يمكن معهم حق أنه لائحتنا هي اللائحة الأقوى فهذا ما حصل وصار في خلاف وأنا بتأسف هون الخلاف اللي صار بين بعضهم وكان عبر الصحف هذا أنا تأسفت له قبل ما هني يتأسفوا عليه فصار في كلام احنا ربقنا انه يكون صدر عن قلت انا بالحقيقه قديش في تدخلات نعم. سياسيه قديش العامل السياسي بيلعب دور اساسي قديش يعني الاصطفاف السياسي ايضا ما عم نشوف اصطفاف سياسي في خلطه عم تضيعنا شوي لكن في تدخل سياسي في تقارب في مكان ما يعني ما الذي يتحكم بالمعركه الانتخابيه داخل الرابطه شوف لبنان
لبنان، لبنان كله مسيس طبعا. أنا بدي أقول لك واقع الحقيقة وحصلت معنا جميعا نحن كمرشحين. نحن قبلنا كل القيادات السياسية كلها، المارونية طبعا، فنحن كنا مسؤولين أنه هني هالقيادات اللي عم يتنافروا بين بعضهم حول مواقع سياسية معينة، طلبوا منا وتمنوا علينا أن لا تدخل السياسة في عمل رابطة المارونية. لذلك ترى اللوائح المشكلة اليوم ثلاث لوائح هي خليط من كل الاتجاهات، أنه بآخر المطاف الرابطة منها حزب، الرابطة هي تربط، ولا تربط بدها تكون منزهة، هدفها الوحيد خير الرابطة المارونية. ولذلك إطلاقا ما شفت تدخل سياسي إطلاقا أنا، لكن في دعم، في دعم أي جهة ربما في دعم. أنا عم بحكي مباشر مني لا يعني الأسئلة مع المرشحين الآخرين بتكون غير اتجاه، لكن في دعم من جهة سياسية إلى لائحة النائب؟ بالنسبة لنا كل الجهات دعمتني، معقولة بكل تواضع؟ بأي معنى؟ بكل الجهات، كل الجهات تواضعتني، وأنت بتعرف، وبكرة على كل حال يعني في توضيح حول الموضوع. ولكن أنا لأن لم أقبل بأي قرار يصدر عن هذه الجهات، لأنه القرار مسيء إلى واقع الرابطة، لأنه بتفوت السياسة ساعتها. إنما كل هالفئات اللي هي ممثلة في الرابطة المارونية هي مؤيدة للائحة، للائحة الثوابت المارونية، مش سمير عبد الله مع بعض، أنا أمثل، أنا أمثل هذه اللائحة. نحن عنا 15 إنسان من خيرة المجتمع اللبناني من كل الشرائح، ولها انتماءات ربما صحيحة مع عدة فئات حزبية، ولكن كلها هي تخلعها هالثوب هيدا بتخلعه لما بتفوت على الرابطة لتحقق فقط مصلحة الرابطة. خليني بعد عندي توضيح بعد لو سمحت نائب. بجراسيا بيطار للسفير، بعض الشخصيات داخل المؤسسة، عم نحكي هون عن المؤسسة المارونية التي تأسست بعهد الرئيس ميشيل إدي الذي ترأس الرابطة بتكليف من غبطة البطريرك سفير، ويعني في هذا التباين ربما بين الرابطة وبين المؤسسة. يعني بعض الشخصيات داخل المؤسسة حملت لواء المرشح أنطوان إقليموس وبدأت المعركة. التجمعات التقليدية في الرابطة تصدت لهم فتوافقت على دعم منافسي سمير أبو اللمع، والمفارقة أن معظم هؤلاء من الجسم المصرفي وهم يشكلون نحو 40% من الرابطة. تعرف كم واحد بكل المصارف بلبنان؟ فيه 47 من أصل 1200. ما بقول لك انا بعرف ليش، وانت بتعرف ليش. هنا يعني عم يشكوا بهالموضوع انه صديقي وقريبي طبعا رياض سلامي هو حاكم مصرف لبنان. هيدي لن تنال لا من مصرف لبنان وحاكمه ولا من سمير أبو اللمع، علما انه حاكم نعم مصرف قال انه انا يعني بي بي بالجمهوريه نعم. تقول لك انه قاري كل شيء نعم. يعني قد ما قدرت يعني انه قال انه انا على مسافه واحده صحيح. من الجميع ولن اتدخل باي شيء. هذا موقف أوكي. شريف على حال بلغوا بمقابله مع السفير ابو حبيب اللي هو بتربطوا علاقه معه صداقه في قرابه بين عبد الله ابو حبيب وصاد الحاكم، وقال له انا بينك وبين سمير على مسافه متوازيه. وطبعا استاذ انطوان ليموس يقول هو انه تبلغ عبر اشخاص، عبر اشخاص انه طبعا حيكون كمان على مسافه متوازيه بيننا وبين زملائنا. هذا موقف يعني من زمان عند الحاكم، ما بيدخل باي خلاف او اي صراع بين الموارنه، يعتبر نفسه هو صديق للجميع. طيب نائب، حضرتك نائب عضو مجلس دستوري نعم. اليوم عضو كنت وما زلت بالرابطة الاقتصادي والاجتماعي. الاقتصادي والاجتماعي أنا بالمكتب المجلس وعضو في الرابطة صحيح. المارونية. هيدي الخبرة كلها كيف ممكن تستثمر بالرابطة المارونية؟ شو هي يعني شو ممكن تعطي قيمة إضافية للرابطة المارونية أنت وأعضاء فريقك، أنت واللائحة ما نقول أعضاء الفريق؟ صحيح أنا عندي طبعا خلفية سمير أبو اللمع هي خلفية قانونية نقابية. أنا كنت نقيب المحامين من 21 أو 22 سنة، يعني مش من امبارحة، وما زلت اليوم كنقيب أنا أعمل في نقابة المحامين بعدة مواقع. شوف نقابة المحامين أكسبتني أشياء الكثير بحياتي. أنا دخلت إنسان متدرج مع كبار من النقباء السابقين، يعني أنا لما فت على النقابة كنت عضو، شفت قدامي نائب جاسبار، وجدي الملاج، جان نفاع، كبار أنا تمرست عن أيديهم.
وكان لي الحظ أنا ترشح فيما بعد. أنا سنة 83 انتخبت عضو، كان نقيب عصام كرم هو النقيب. 87 أيضا انتخبت عضو، 91 انتخبت نقيب المحامي. إذا تسمح لي وأنا ما بحب الأنا، في ناس بيحكوا بالنحن وأنا بس بدك عم تسألني. أنا بثلاث انتخابات نقابة المحامين الأولى والثانية والثالثة، أولى والثانية كنت أنا عندي الأول في الأصوات، كان في نقبة نزلي بنقابة المحامين لأول مرة بتاريخ نقابة المحامين، كان لي الشرف أن أفوز بالتزكية، وهذا لم يحصل فيما بعد إلا مؤخرا مع النقيبة أمل حداد. فأنا عندما أتكلم عن نفسي، مش أبعد أتكلم عن نفسي لحتى برر موقع، لقل لك أنه قداش كانت علاقتي جيدة مع المحامين يلي ينتمون إلى الأحزاب كافة، إلى الطوائف كافة، إلى المذاهب كافة والمشارب كافة. فرأيت بنفسي إمكانية الجمع، أنا جمعت المحامين في أبشع الأوقات، كانت 91 يعني نهاية الحرب، ظلت نقابة المحامين صامدة وقوية، وكانت تقف المواقف الوطنية الشريفة، ما تفرق مع أحدا، ما في فوق نقابة المحامين إلا كرامة المحامين والله. فأنا شعرت بنفسي أنه كما كنت أفعل وكنت أنا قادر أن أجمع في نقابة المحامين ونقابة المحامين في أبشع الأوقات، فرأيت في نفسي أيضا إمكانية الجمع بين إخوة الموارنة في هذه الرابطة. انطلقت فيما بعد. هل المجتمع الماروني اليوم بحاجة إلى؟ اسمح لي أنه سألتني مع موضوع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. تفضل. طبعا بس أنا عم بربط كل شغلة. لا، لأنه سألتني أنا حابب. أوكي، شرف. أنا كذلك كمان كنت منتخب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في من بين طبعا 70 شخص لأمثل كل القطاعات العاملة على الساحة اللبنانية في هالمجلس، اللي كان طبعا لرئيسه صديقي أستاذ نسناس، وأنا عملنا سوا. وأنا أتمنى أن يفعل عمل هذا المجلس، لأنه هذا من المجالس اللي يعتمد عليها في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واللي بتقرب بين العامل ورب العمل، ما بتخلق المشاكل اللي عم نشوفها أيضا على الأرض اليوم. عظيم. يعني عامل جمع برأيك اليوم المجتمع الماروني من قيادته إلى قاعدته أو إلى جمهوره، كما نقول قاعدته، بحاجة إلى آلية جمع. هل تستطيع الرابطة المارونية أن تجمع الأفرقاء الموارنة، علما أن الأرثوذكسي جمعهم، لكن في عنا قاعدة أساسية بعض الأرثوذكسي، لأنه هني ما بريد يقولوا بعض الأرثوذكسي. أي نعم، لا أنا بحكي عنهم مش بحكي عن نفسي. تفضل. تفضل. لا شوف، الرابطة قادرة تجمع. نعم، رابطة تجمع، قادرة تجمع، لأنه أهداف الرابطة بآخر المطاف هي أهداف وطنية. يعني الدور الوطني اللي كنا عم نحكي عنه، حكينا عن الدور الروحي، في دور وطني إلها. شو بتعمل رابطة مارونية؟ رابطة مارونية بتعرف أنه لبنان بلد طوائفي، طوائفي لبنان مش طائفي، نحن ننبذ الفكرة الطائفية بالكونجنكتور هيدي بالتركيبة الطوائفية، في طوائف. أتذكرتك أنت مسيحي، أنت مسلم، أنت ماروني. في الإدارات يتبوأ الإنسان الموقع نسبة لموقع هو كطائفته. بعض أحيان توقف تشكيلات كلها لأنه في شخص أنا أريده أو زعيم أو بده هالإنسان تتوقفته. نحن مش عم ندافع عن الموارني في الموقع الإداري والسياسي لأنهم بس موارني، إحنا ما عم ندافع عن موقع رئيس جمهورية بحيث فقط ماروني، بحيث ماروني لأنه هو رأس الهرم. لن تستقيم دولة إذا ما كان في إلى رأس هرم له صلاحيات. من هنا كان إلنا نحن، لكن الدفاع عن رئيس الجمهورية، مش الدفاع عن الجمهورية، عن موقع، عن موقع رئيس الجمهورية، موقع أو أي إنسان في يعني موقع. هذا الموقع يعني مرتبط بشخص الرئيس. نعم. بداية، ثانية مرتبط بموقع الرئيس. بعض القيادات المارونية والمسيحية تستهدف هذا الموقع من خلال استهداف الرئيس. أنتوا كرابطة يعني كيف يعني بتنقسوا بين القيادات المارونية وموقع والمحافظة، يعني والدفاع عن موقف الرئيس وموقعه؟ شوف، نحن عندنا مسلمات عظيم دوغماتيك يعني من ناحية. طيب، المسلمة الأولى بكركي السيد البطريرك، نحن نعمل بتوجيهه وتوجهاته تحت سقفه، مسلم. عندنا مسلمة ثانية
موقع رئاسة الجمهورية بالنسبة لنا نحن كرابطة مارونية، بالإضافة إلى كونه ماروني يجب أن نحافظ على هذا الموقع، نرى بهذا الموقع هو دفاع عن المواطنية بشكل عام، عن الوطن بشكل عام. في ناس عم ينتقدوا فخامة الرئيس، أنا فيني انتقد فخامة الرئيس من ناحية سياسية، ربما بتلاقي أنا وياه بفكرة يمكن موضوع، ولكن أنا ما فيني انتقد رئيس الجمهورية لدك الموقع. في أشخاص ربما تناولوا فخامة الرئيس مش من منظار حوار فكري أو عقائدي أو قانوني، إنما من زوايا أخرى نحن هاي بنرفضها، كما بنرفضها أن يطال أي مسؤول، نحن كمان مسؤولين من ناحية الوطنية، أي مسؤول في الوطن له موقع بس للتشفي أو للنيل. لكن نائب حضرتك بتعرف أنه بعض الشخصيات والقيادات والزعماء الموارين هم الذي يستهدفون الرئيس أكثر من زعماء طوائف أخرى. نعم. يعني أنتوا كيف فيكم تنسقوا أنتوا يعني هؤلاء القيادات داخلين ربما يكون أعضاء في الرابطة المارونية بشكل نعم. عام نعم. يعني كيف منقدر ننسق؟ نحن أكيد ما فينا نمنع تحت مسلمات بكركي مثل ما حضرتك قلت وتحت مسلمة المحافظة على موقع رئاسة الجمهورية. أستاذ فادي نحن ما فينا نمنع السياسي أن يقول ما يريد، هذا حرية الرأي. طيب. ولا الرأي نحن عندنا في الرابطة المارونية عندنا لجنة اسمها اللجنة السياسية. هذه اللجنة السياسية بتضم كل السياسيين الموارن العاملين في الحقل السياسي، كل الأحزاب، النواب، الوزراء وبعض الأشخاص. نحن حوارنا معهم الدائم إنه يا جماعة في عندكم قضايا مشتركة اتفقوا عليها، هاي نقطة أولى. اثنان، الخلافات بيناتكم ما بتكون خلافات عبر الإعلام والصحف والانتقاد العلني. في عندكم أي شيء مع أي إنسان بتروح لحوار مباشر معه، بتاخذوا الفكرة وبتناقشوا فيها أيا كان المرجع. إنما نحن توجهنا توجيهاتنا لهالمجموعة اللي بتمثل الفكر السياسي الماروني هو في هذه اللجنة، ونحن عاملون على تحقيق تقارب بينها في أشد الأوقات اللي كان فيها نزاع على الأرض حتى عسكري، كنا نحن المبادرين وحققنا بالفعل أهدافنا اللي نحن على أساسها عم نعمل، وتوصلنا أيضا إلى تطرية الأوضاع، تطرية الأراء حول أي نقطة خلافية وأي نقطة أيضا خلاف مع فخامة الرئيس. نائب برنامج الانتخابي بعد البريك لو سمحت مشاهدين الكرام، بريك قصير ونعود إلى بيروت اليوم. أهلا بكم مشاهدين الكرام لمتابعة هذه الحلقة من بيروت اليوم، وضيفي النقيب السابق الأستاذ سمير أبو اللمع المرشح لمنصب رئاسة الرابطة المارونية خلال الانتخابات يوم السبت المقبل. يعني هذا البرنامج حافل بالنقاط، بس خليني بلش من النقطة ربما تكون نقطة مركزية اليوم يعني وحساسة، هي نقطة بيع أراضي المسيحيين. شفتها موجودة عندكم، يعني كيف نستطيع أن نعالج هذه الأفة إذا كان هناك من أفة، هناك خطورة يعني ومحاولة لتغيير جيوديموغرافي في حال خسر الموارنة أرضهم، يعني طبعا ربما بالمال أو ربما يكون هناك حملة منظمة لشراء أراضي المسيحيين في بعض المناطق الحساسة. صحيح. نحن تغيير الواقع الديموغرافي بلبنان شيء خطير على لبنان، ليس على المسيحيين فقط ولا على الموارن فقط. هناك ربما في تخطيط في أشخاص بمناطق نائية. أول شيء بدي أقول لك إذا بتسمح إنه القانون يبيح، في الدستور بقول لك في حرية التصرف بالملك، بيقدر الإنسان يبيع لأي شخص يريد. نعم. طبعا ضمن إطار القانون إذا كانوا أجنبي 3000 متر، ولكن في المراسيم 3000 متر لإنسان مثلا ينتمي إلى منطقة معينة إلى بلد مجاور، بس إذا
بمرسوم تاخذ 20,000 متر 50,000 متر مراسيم تصدر على مجلس وزراء. نقطة كتير مهمة هاي المراسيم. مراسيم فيما يتعلق بالتملك الأجانب. التملك الأجانب نعم. هون هي الأساس. نعم. هلا بين اللبنانيين بيحصل أوقات بيوعات من طائفة إلى طائفة تحصل بمنطقة صغيرة. لكن في. ولكن لما تكون لمساحات كبيرة في علامات استفهام هون أكيد بأنه الموضوع مش بريء. يعني عم تشيل واقع ديموغرافي من منطقة إلى واقع آخر. وهذا شعرنا نحن شعرنا بخطورته. فأطلقنا طبعا حملة كتير كبيرة وهون كان السيد طلال دويهي اللي هو مسؤول عن الواقع هذا. إنسان شجاع مدافع عن هالقضايا هاي طبعا. تعطي كريدت لمنافسك. أنا إنسان لك أنا إنسان منافس ولو قيل أي شيء بالنسبة إلى أنا فسمير أبو اللمع تاريخه معروف. أنا لك دبلوماسي وحازم بالوقت نفسه. بس في دائما بضل وده صداقه انا ما عندي عداوه لا سمح الله مع اي انسان. فهون طلال اشتغل بالموضوع طبعا احنا داعمينه كمجلس ومعنا بعضه كمجلس نعم. يعني احنا نعمل لكن في لجان فاضطرنا على عده امور حولها كيف تعالج هالامور. ما فيكش تعالجها مثلا تروح لواحد بالقوه تمنعه انه يبيع ارضه ولكن عالجناها على عده بدراسات قمنا بها وديناها لكل المراجع السياسيه في لبنان كل النواب يا جماعة انتبهوا التغيير الديموغرافي بلبنان يدور كل لبنان وليس المسيحيين هالنقطة. تاني شيء اعطينا امثال شو رأيك واحد بيبيع بوكالة والتاني بيبيع بوكالة والتالت بوكالة وما نعرف من مين رح يسجل. هاي جاي برنامجي جاي برنامجي انا يا جماعة انتبه يجب اصدار قانون يحتم على الشخص اللي يشترى بوكالة يكون عنده وقت معين للتسجيل وإلا ما بتعرف مين صاحبها. تباع ملايين الأمتار ربما بوكالات ما بتعرف مين صاحبها بيجي بآخر واحد صاحب ما بتعرف مين هو بيكون بريت نو اسم مستعار. نحن الموضوع عم نعالجه على نقطتين بحملاتنا بلقاءاتنا وبالتوصيات اللي بعتناها للمراجع الرسمية. في عدة اقتراحات في موضوع تقدم فيه مثلا نائب بطرس حرب حول واقع الشفعة كيف تمارس الشفعة. البلديات لها ايضا دور ان تلعبه اذا شافت انه هالبيعه بيكون بمنطقه حساسه فطبعا بتعطي علم انه للجار ان يشتريه. بتعرف شو الشفعه يعني ليش الشفعه خلقت لما يجي واحد غريب بين الاخ والاخ اذا بده ينبيع عقار واجا واحد غريب لا الاخ بيجي بياخده او الاخ الثاني. الشفعه هي فكره طبعا جوهريه ولكن طبعا في الى بعض مناقشات قانونيه هون طبعا احنا طرقنا الى واقع العقاري في لبنان اليوم. إذا بتشوف المسيحي الماروني كان عنده 80% من أرض جبل لبنان القديم 80% أي ده عندك تعرف لوين كان للهرميل. طيب اليوم ليش عم تقل هالأراضي وعم تروح لأشخاص آخرين؟ في عوز عند البعض. أنا بقبل بالعوز أن يبيع الإنسان ولكن أنا أرفض أن يكون هناك مخطط وأنا أمشي فيه. هل هناك نحن. مخطط نائب؟ نعم. هل هناك مخطط؟ والله يعني أنا في بيوعات نعم. تتم من أصحاب أملاك كبيرة يعني مش العايز اللي عم بيبيع اللي عايز ما عنده أراضي كبيرة ماكسيموم 1,000 متر بس ينباع بألاف الأمطار أو ملايين الأمطار هيدي شو مسؤولية البائع أو مسؤولية الشاري أيضا هون عمل الرابطة مسؤولية البائع والشاري معا. لما بيجي إنسان ليشتري مليون متر حق المتر 200 دولار وبيدفع 500 ما بعتقد قضية بريئة معك حق. طيب ما رح وقف كتير للأراضي لأن عندكم برنامج حافل بالنسبة لاستعادة الجنسية كمان هذا يعني مطلب محق بين مزدوجين مطلب أساسي عند الموارنة وأنتم يعني حاطينه ضمن هذا السياق شو خطة العمل؟ شوف استعادة الجنسية بدها آلية نعم يعني إنسان إذا فز أول شيء نبلش بالولادات تسجيل ولادات بيخلق إنسان في مثلا في نيوجيرسي إيه؟ ما بيتسجل في لبنان بيكبر بيعيش بيتزوج تارك. طب هذا لو في حدا حده في حدا حده عم ياخذ الوثيقة الولادة وبيسجلها وبيبعتها لهون كان الموضوع ربما أسهل. أنا اقترحت في الماضي هوني ببرنامجي طبعا ما استفدت حوله شو بيمنع الدولة تبعت
للبلدان اللي فيها وجود لبناني كبير، مثلا أرجنتين، بيرو، يعني برازيل، تبعت قناصل فخريين. القنصل الفخري ما بيكلف الدولة، بحطوا له علم على سيارته، بكلفه علم، كلف العالم احسن منه. هذا دوره، معه ختم ومعه باور من الدولة، بروح من المنطقة، هو ببادر إلى التسجيل وعمليات. بدك تعمل تسهيلات، ما فيكش تقول له لواحد قاعد بمنطقة ينتقل كمان. هون في مسؤولية المجلس الماروني، المجلس الانتشار، الرابطة المارونية، الكنيسة المارونية، كمان هناك يعني برا مش حسين بهيدا بهيدا الوجود، بهيدا المسعى، بهيدا اللوبي لتشجيع الموارنة على التسجيل. أنت بتعرف نقيب مؤسسة الانتشار قامت بما قامت به. أنا ما فيني أحكم على مؤسسة طبعا مش تابعة بشكل، أنا عم بظهر شوية، ما تأخذني، ما عندي كتير وقت أني أظهر، بس أنا بقول لك شغلي يجب تفعيل هالعمل، يجب تفعيل هالعمل. يعني الكنيسة طبعا عندها مسؤولية عبر طبعا الكهنة اللي هني بدو ينتقلوا من محل لمحل، بس بتعرف شو مكلف القضية؟ بتعرف شو في إرهاق حولها؟ في موضوع بدو يتاخد لذلك أنا اقترحت، إذا بتسمح تشوف. نعم. في شيء اقترحته أنا، شو اسمه؟ المارونايت فاند، الصندوق الماروني. تعرف انشاء الصندوق العالمي الماروني. الماروني. نعم. هناك احصاء بجمع حوالي 3 ملايين ماروني. أول اذا كل واحد عمل، اذا عملت شركه مؤسسه، اذا دفع دولار واحد على السهم الواحد، نعم، بيدفع كل شهر. فينا في مسعى وفي هدف. هذا الفكره طبعا طرحت من قبل، ولكن انا طبعا قديش الرابطه اليوم يعني سمير قبل لما يستطيع تنفيذ هذا؟ سهل كتير. هي بتنشأ شركة مساهمة، تعمل سفرة إلى هالبلدان هاي، وصدقني هني هالمغتربين والمنتشرين واللبنانيين هني مؤهلين وهني حابين يساعدوا لبنان عبر هالدعم هذا، وما فيش مشكلة. المال أهون شيء تجيبه، وخاصة من اللبنانيين اللي، ولكن بدك تشدهم للأردن لتعطيهم تحفيز. ليش عم بيدفع دولار؟ هذا ما رح يرعوى دولار، هذا الدور استثماري عنده، رح تستثمر الدولار، هذا ما رح يكون أفون بيردو. حتى في عنا إمكانيات ضخمة، يجب إلى الموضوع شغلتين، الفكر والشفافية بالجنسية أيضا. وبرجع يعني عندك مساحة بخمس دقايق أو ست دقايق، متابع دعوة أبطال مرسوم التجنيس بكامله مع جميع مفاعيله القانونية، هل نستطيع أن نبطل بعد حتى اليوم هذا المرسوم الذي اعتبر يعني مجحفا بحق الديموغرافيا؟ خلينا نقول تعرف قديش صار في تجنيس؟ 280,000. وكل يوم إذا بيخلق إنسان، إذا بيخلق إنسان له لا أبوه له جنسية، معه جنسية لبنانية، بينتمي إلى الفئة. يعني يمكن بعد كم سنة بيصيروا 700,000 هالجماعات هاي. ما بني على باطل هو باطل يا سيدي، نحن قانونيين. نعم. والقاضي ما يمكن أن لا يصل إلى إحقاق الحق في القضية هاي. صار فيها طبعا أخذ وعطى، فاتوا ناس ما لهم حقوق، في ناس كانوا بالسجون، صار في بعض تنقية، 6,000 شخص طلعوا أغلبهم من جماعة السريان بزحلة. لا هالموضوع ليك، هالموضوع إذا تكتفنا كلنا فينا نتكاتف كلنا، يعني نخرج نقفز فوق الحواجز التحالفات السياسية يعني، ويعني ونتكاتف على مصلحة معلش طائفية معينة بالهدف الوطني العام. إذا يعني بدك مصلحة وطن إيه؟ إذا بصحة مثلا عدد لا، إذا مصلحة وطن إيه، بس إنه يعني مصلحة الوطن هون يصير ضل المحافظة على التوازن الديموغرافي. ما في شك، بدون التوازن الديموغرافي بلبنان ما في لبنان. لبنان إيه مع شو؟ العيش المشترك، اسمح لي بهالكلمة. تفضل. طيب. شو العيش المشترك؟ العيش المشترك كلمة أو شركة العيش أو وحدة العيش بدك إياها. هذه كلمة بتزد تنزد هيك، ولكن إلها مضمون. لا يكون في عيش مشترك يا أستاذ فادي، بده يكون أولا في حرية، بده يكون في حرية عند الإنسان. ما فيك تقول لإنسان عيش معي أنت وأنك حر. اثنان، بده يكون في عدالة بتوزيع المواقع الحساسة في الأرض، في الدنيا يعني، في الأرض، على الأرض اللبنانية. ثالثا، بده يكون في إنماء متوازن. هذا اللي عايش بآخر آخر آخر لبنان ونيك، ما بدك تحصنه. هذا الأطراف هذول بده يكونوا مهملين من لبنان. هلا كنت عم بحكي مع آنسة عندكم من عكار، بتعرف شو قالت لي؟ قالت لي عكار مهملة، أنا بيجي من عكار كل يوم لهون. هيدي الآنسة شفتها قبل شوي،
محافظة على الأطراف. نحن هذا هدف من أهدافنا، هذا السياج للوطن. رابعا تعرف شو بدها؟ العيش المشترك، تكافل وتضامن بين المواطنين. إذا ما في تكافل وتضامن بين اللبناني بجميع طوائفه في السراء والضراء، أنا ما بشمت بهالإنسان إذا خسر، ما بنبسط إذا زدت عدده، ليكون في تكافل بين المواطنين، هيك تبني وطن. حلو نقيب، اليوم يعني ونحن نبحث عن بناء هذا الوطن ولا نستطيع أن نؤسس قانون انتخاب جديد يعني نصل من خلاله إلى بناء هذا الوطن، تعرف ليه؟ مسؤولية مين؟ قال لك شو؟ تعرف ليه؟ من زمان أحدهم كان كبير اسمه كمين شعمون، قال لي أنا، قال لي الله يرحمه، قال لي أنا بانتخابات الشوف كنت ضم الإقليب للساحل يطلع نتيجة، افصله يطلع نتيجة. تعرف شو عم بيصير؟ عم نركب الدوائر ونعرف شو النتائج، بركب الدوائر نعرف نتائج. مش هذا هو القانون، بده يكون عادل، عادل طبعا مش بالمطلق، قريب من العدالة. ليكون قريب من العدالة بده يعطي الإنسان حقوق الإنسان والمواطن، بده يعطي الماروني 64 المسيحي 64 نايب. بتقلي أيه أرثوذكسي؟ بدي أنا يا خي أنا كمواطن بدي أعطي حقي، ما بدي أن يقال طلع مسيحي مدعوم من السنة أو من الشيعة، وما بدي أقول سني طلع مدعوم من المسيحي. خلينا نكون نحن بدنا القانون العادل اللي بيحفظ الأرثوذكسي هو العادل اليوم بنظر سمير أبو اللماع. شوف الأرثوذكسي نحن نقابة، نحن عفواً رابطة مارونية من 20 سنة أطلقت مشروع قريب بيقول أولاً الانتخاب على أساس طائفي ومن ثم التأهيل على مستوى الوطن. ربما لكن هذا بأمن لي أنا ساعتها الحد الأدنى من العدالة. يعني في لينك بين الطوائف بمشروعكم هون، وين اللينك؟ وين العامل الرابط شوف بين الطوائف؟ شوف يعني هون يتهم من بعض السياسيين ضد الأرثوذكس أنه يزيد الشرخ، علما أنه يظهر الطائفية لكنه يزيد الشرخ، يزيد الطائفية. شوف كل قانون غير عادل وما بياخذ بعين الاعتبار هالمقومات هو قانون. أنا بدي أقرب القانون لأكثر عدالة. ما في شيء سحري هون، ما في شيء بتاخده موضوع بلوك بتحطه بقوله هذا هو العادل. بدك تشوف بالدراسات اللي تنعمل من جهابزة القانون الدستوري عنا يشوفوا أي قانون أقرب للعدالة وبيحقق الوحدة الوطنية الصحيحة بنمشي. عنا انتخابات نقيب، شايفي انتخابات؟ تعرف شو بصير إذا ما صار انتخابات؟ يعني سيناريو خطير جدا. لا لا لا, لا مش هيك، مش نحن على المستوى الداخلي ما رح يتغير شيء، 4-5 إضافة ما بيصير شيء. الرأي العام العالمي وأنا بعرف والدولة ونحن تجينا معلومات، لبنان الوحيد ديمقراطي في هالمنطقة هاي يمارس حقه، بيطلع رئيس جمهورية بيقعد ببيته مش بالحبس. نحن بدنا نحافظ على الانتخابات لحتى نحفظ صورة لبنان قدام العالم، مش لحتى نوصل نايب أو اثنين أو ثلاثة وناخد حصص. إذا ما صار انتخابات الوضع الاقتصادي ونظرة العالم إلى نحن لتكون متدهورة، وخاصة في القضايا الاقتصادية والمالية. حذاري وأنا أتمنى من كل قلبي شو مكان أن يكون هناك انتخاب على أي قانون أفضل من أن لا يكون انتخاب بأي قانون. حلو النقيب سمير أبو اللماع مرشح لمنصب رئيس في انتخابات الرابطة المارونية، أنا بشكرك وبتمنى لك توفيق السبت المقبل، وإن شاء الله تكون انتخابات تعبر عن هذه الديمقراطية. أهلا وسهلا فيك مشاهدينا الكرام، انتهى وقت البرنامج، أنا أشكر متابعتكم وتابعوني دائما على تويتر وعلى فيسبوك وعلى موقعنا الإلكتروني mtv.com.mb. إلى اللقاء.